نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. شارك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة في أعمال المؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، والذي جاء تحت عنوان التمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الأعمال بتنظيم من الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية بمشاركة حوالي 300 مشارك من داخل وخارج البحرين يشتركون في الاهتمام بتمكين المرأة والشباب اقتصاديا. ويأتي احتضان مملكة البحرين لهذا المؤتمر بهدف تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من قصص النجاح على الصعيدين الإقليمي والدولي المتعلقة بتمكين المرأة ورواد الأعمال. كانت الجلسة حول تجربة تمكين كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والعام، حيث تتوفر الأموال من القطاع الخاص من خلال رسوم العمل وتضخ فيما بعد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. لما استعرضنا النموذج واستعرضت سعادة الأستاذة مها مفيز، دول مشاركة من 32 دولة كانوا في الحضور أبدوا اهتمام بالغ وطلبوا كيفية ممكن تبني هذا النموذج الناجح في بلدهم للاستفادة منه من قبل سيدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. القطاعات الصغيرة والمتوسطة هذه ركيزة من الركائز الأساسية في الناتج القومي لأي بلد. يعني تاخذين مثال البلدان المتطورة، أمريكا، ولا حتى لو تاخذين تركيا على سبيل المثال، القطاع الخاص يشكل نسبة كبيرة جدا من الدخل الوطني مقارنة بدول ثانية اللي ما عندها قطاعات خاصة تعمل في المجال هذا. فأعتقد أن احنا دورنا أن نساعد عن طريق إيجاد خلينا نقول القنوات المهمة لتمكين كل القطاعات، ما في تمكين المرأة طبعا في سوق العمل. Women have still an enormous amount of obstacles. لا تزال النساء تواجهن قدرا هائلا من العقبات عندما يكون لديهن مشروع، وتختلف العقبات من منطقة إلى أخرى، ولكن في كثير من الأحيان يصعب عليهن الوصول إلى التمويل بهدف التوسع، خصوصا صاحبات المشاريع الصغيرة. لذلك نحن نعمل مع الحاضنات ونحاول مساعدة النساء في مجال الصادرات التجارية والتمويل. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إعفاء المحلات التجارية بجميع محافظات مملكة البحرين من رسوم الحملات الترويجية، إلى جانب تمديد فترات التخفيضات التجارية اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر 2023 ولغاية نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مبادرة وطنية تشجيعية تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطني للعام 2023. وأكد الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية في وزارة الصناعة والتجارة، أكد على الاستمرار في إطلاق المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى رفض عجلة التنمية الاقتصادية بما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المهندس انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، لو تحدثين أكثر حول هذه المبادرة الوطنية التشجيعية لأصحاب المحال التجارية. فعلا، أعلن سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عبر الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية لأصحاب المحال التجارية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين، واللي تنظمها إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
طبعا المبادرة تتضمن إعفاء القطاع التجاري من رسوم تراخيص الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية المستهلك تعمل بصورة دورية على منح مراقبة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات والسحوبات التجارية قبل تنفيذها من قبل المنشآت التجارية في الأسواق المحلية لمملكة البحرين، وأن أي منشأة تجارية تنوي تنفيذ حملة ترويجية أو تخفيضات طبعا تتبع الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها ضمن قوانين وزارة الصناعة والتجارة. نعم، إذن ما هي توقعاتكم بشأن هذه المبادرة؟ طبعا المبادرة الوطنية جاءت من منطلق تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. المبادرة تهدف إلى تشجيع وزارة الصناعة والتجارة لمشاركة القطاع التجاري في الاحتفالات الوطنية لهذا العام، وأيضا لتعزيز حركة مرتادي المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين للمحلات التجارية خلال فترة العيد الوطني المجيد. ولله الحمد شهدت طبعا إدارة حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة إقبال كبير من قبل المحال والمجمعات التجارية خلال اليوم الأول من أطلاق هذه المبادرة والإعلان عنها في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا من خلال هذه المداخلة يعني أنتهز الفرصة وأدعو أصحاب المحال التجارية أو المجمعات التجارية في مملكة البحرين الاستفادة من هذه المبادرة المعنية بإعفاء رسوم تراخيص الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية خلال شهر ديسمبر عبر التواصل والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة. نعم، المهندسة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.